السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو المهم الذي وجب وضعه قبل الانتخابات الرئاسية، لأنني سوف أتحدث في أمور ربما لا يعلمها العديد منكم وتتعلق بالفائز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. كما تعلمون هناك العديد من القنوات الإخبارية في الولايات المتحدة الأمريكية والصحف الإخبارية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تميل إلى الجناح الليبرالي أو إلى الحزب الديمقراطي، بما فيها نيويورك تايمز، بما فيها إكسيوس، بما فيها يو اس اي توداي. هؤلاء الجهات كلهم يعني خرجوا مؤخرا في مقالات صحفية تتحدث على أنه احتمال كبير أن المجتمع الأمريكي أو الناخب الأمريكي لن يعلم من هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الانتخابات، يعني هذه الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر احتمال كبير أننا لن نعرف من هو الفائز في تلك الليلة، بمعنى أن هذه الجهات الآن تقوم بتحضيرنا إلى أمر ما سوف يقع في هذه الانتخابات. وتذكروا أن أغلب هذه الجهات بما فيها قناة سي بي اس نيوز، نيويورك تايمز وغيرها من الجهات الليبرالية الداعمة للحزب الديمقراطي كلها تتوصل بتلك الأخبار من مكتب الاستخبارات الأمريكية، يتم منحهم تلك المعلومات ليقومون بنشرها كتحضيرا للمجتمع الأمريكي لما سوف يقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة. مثلا نيويورك تايمز نفس الشيء تقول أنه احتمال كبير أننا لن نعلم من هو يعني الفائز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. نفس الشيء كان في سنة 2020، في سنة 2020 نيويورك تايمز تحدثت على هذا الأمر، جريدة الجارديان البريطانية كذلك قالت بالحرف. هل الميديا أو وسائل الإعلام الأمريكية سوف تتحدث عن الفائز بالانتخابات الرئاسية هذه الليلة؟ Don't count on it، يعني لا تنتظر هذا الأمر، لا تنتظر أن يتم تصريح بالفائز في الانتخابات الرئاسية في ذلك اليوم. بالنسبة للانتخابات الرئاسية الماضية لسنة 2020، حينما حاول أو كان أغلب الأمريكيين في طريقهم إلى النوم، يعني في الليل أغلبية الأمريكيين في اليوم الموالي سوف يذهبون إلى عملهم، فكانت هناك أغلبية مراكز الاقتراع أغلقت، مراكز الاقتراع أغلقت، وسوف تدركم الصورة، سوف تلاحظون كلمة pause closed، يعني مكاتب الاقتراع أغلقت. بنسلفانيا هناك 57 لترامب مقابل 41.8 لبايدن. ميشيغان 54 لدونالد ترامب مقابل 44.4 و 46.4. جورجيا 53 مقابل 45.6. ويسكونسن على ما أعتقد 51.7 مقابل 46 لجو بايدن. وبالرغم من ذلك وبالرغم من تقدم دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة، لكن بين عشية وضحاها تنقلب تلك الأرقام ويفوز الرئيس الحالي جو بايدن. يجب أن يعلم الناس، هذه حقيقة يمكنكم التأكد بها، أن الأصوات الشعبية التي حصل عليها رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة، سوف أذكر لكم جميع هذه الأمور أمامكم، لم يكن هناك رئيس يحصل على 81 مليون صوت التي حصل عليها جو بايدن سبق له رئيس آخر، بل أن جو بايدن، شاهدوا، جو بايدن حصل على 15 مليون صوت أكثر من هيلاري كلينتون، أكثر من هيلاري كلينتون حصل عليها جو بايدن، بل أكثر من باراك أوباما. وكلنا نعلم من هو باراك أوباما، ونعرف يعني شاهدنا حملة باراك أوباما، شخصيا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، طريقة حديث باراك أوباما، فوزه في سنة 2012 أمام ميت رومني، وطريقة حديثه وطلاقته والكاريزما التي يعني يتوفر عليها باراك أوباما، إلا أن جو بايدن يحصل على 81 مليون صوت من الأصوات الشعبية ليكتسح جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية
بدون يعني استثناء. فالآن كما قلت لا أريد الإطالة عليكم في هذا الفيديو، كما قلت لأن هذه أمور تحذيرية أو تحضيرية، يتم تحضيرك لما سوف يقع يوم الانتخابات. فأكسيوس تقول أنه عنونت مقال 2020 ديجافو، يعني غالبا أن انتخابات 2024 سوف تكون كانتخابات 2020، أنه لن يتم معرفة من هو الفائز. تايم ماجازين كذلك تحدثت في هذا الأمر، نيويورك تايم تحدثت في هذا يعني الأمر. فهذا فقط لأضعكم في الصورة من الآن قبل الانتخابات التي لا يفصلنا عليها إلا ربما أيام معدودات، أنه لن نصدم أو لا يجب أن نصدم في حالة أننا كنا مقتنعين أن هذا الشخص هو الذي سوف يفوز. جاء شخص آخر لي يعني وتم الإعلان على أنه فاز، لأنه وضحت لكم أنه حينما أغلقت مكاتب الاقتراع كان هناك تفوق كبير لدونالد ترامب، لكن استيقظ الناس وظهر أن فائز هو يعني جو بايدن. هذا لا يعني أنني أدعم فكرة أنه تم تزوير في الانتخابات، لأن هذه الأمور كما قلت ربما في مستقبل السنوات سوف يتم تفنيدها أو يعني رفضها، لكن أقول أنه لماذا الآن يوجد أو وسائل الإعلام الأمريكية أو الصحف الأمريكية تحضر الناس لكون أن الرئيس الأمريكي المقبل لن يتم الإعلان عليه يوم الانتخابات، بل الأمر سوف يأخذ أسابيع كما شرحت لكم في سنة 2020، حينما أخذ الأمر تقريبا 23 يوم ليتم الإعلان على فوز يعني جورج وولكر بوش أمام المرشح الديمقراطي آل غور. شكرا لكم.